الله تكونوا كامل بخير اليوم ان شاء الله راح ندير معكم زيت تارتلات. لي تارتلات هذوما جبت لكم حاجه في جديد، حاجه طوب، حاجه روعه. عندي مول جديد، شريت دي مول جديد وبعد تشوفوهم. مي افون دو كومونسي نديرو لا بات راح نسبقو في لا كريم، اون كريم باتيسيير. دونك واش لازمني؟ لازمني زوج كيسان حليب، هنا عندي واحد، نزيد لو دوزيام، نسبق في لاكريم اكسبري باش تبرد لي من بعد. دونك زوج كيسان حليب، نحط لهم ثلاث مغارف كبار تاع السكر، وحده زوج ثلاثه، نحطهم يسخنوا ابتي فو، نشعل عليهم، نحطهم يسخنوا ابتي فو. هنايا واش نحط؟ نحط عندي حبه بيض، نزيد عليها ثلاث مغارف كبار تاع لا مايزينا، زوج ثلاثه، نحركهم مليح. وكي نشوف الحليب ديالي سخن نبدا نزيد بشويه هنايا، نزيدو هنايا، ندير اون بوتيت كونتيتي ونقعد نحرك باش ما يطيبليش البيض. من بعد نكمل كاع لا كونتيتي ونرجعها للفو فوق النار ونقعد نحرك حتى نتعقد لي. ومن بعد ندير لا فاني، انا اليوم نبارفيميها فاني، كريم باتيسيير راح نديرها فاني. من بعد نرجعها موسلين. كيفاش نرجعها موسلين؟ نزيد لها ان مورسو دو بوغ في لافان، كي تبرد لي هاد لا كريم كامل نديرها بالباتور، نحركها بالباتور، نعاود نرجعها طريه. من بعد نزيد لها مورسو دو بوغ، ندير هكاك واحد 30 غرام تاع البرغارين ولا زبده، زبده تجي اونكور ميو، ونحركها تولي لي اون كريم موسلي. فوالا الحليب راهو سخن، ندير اون بتيت كونتيتي برك ونقعد نحرك. درك نزيد واش قاعد لي من الحليب، درك ندير لافاني، ونرجعها فوق النار. درك ما لازمش نحي يدي من النار، من الكاسرونه، نقعد نحرك فيها حتى نعقد لي. كي تعقد لي نحيها، نفيلميها او كونتاكت ونخليها تبرد كومبليتمون. هاي ليك، انا راح ندير اليوم اون كريم باتيسيير، اون كريم باتيسيير نرجعها موسلين، ونزيد ندير اون غالاش شوكولا. دونك لا غالاش شوكولا كيفاش تخدم؟ عندكم لا كونتيتي تاع الشوكولا هي لا كونتيتي تاع لا كريم فريش. انا راح ندير هنا اليوم 100 غرام تاع شوكولا، استعملت امباسادور، 100 غرام تاع شوكولا مع 100 غرام 100 مليليتر تاع لا كريم فريش. نسخن لا كريم فريش تاعي بيان، تغلي لي، كي تغلى نفرخها فوق هاد الشوكولا. الشوكولا باش يدوب لكم تمتم قطعوه كيما راكم تشوفوا، قطعوه صغير هكايا. دونك تفرغوا فوقها لا كريم ديالكم وتغطوها، تخلوها حتى تذوب وحدها، خلوها واحد 3 مينوت، كي تعاودوا تطلعوا عليها تلقاوها ذابت لكم. تقدروا ثاني يا اون اوتر ميثود اللي تقدروا تحطوا باغ اكزومبل هاد لو بول فوق ما يغلي، ديروها او بان ماري. دونك كي تسخن لكم هذه تذوب لكم، هذه ثاني او ميم طون تكونوا سخنتوها تغلوها، لازم تغلى لكم، تخلطوا هذه مع هذه، لا كريم فريش مع شوكولا يعطي لكم اون غاناش. فوالا فوالا، هاي لا كريم باتيسير وجدت. شوفوا ما دارتليش لي غرومو، راهي مليحه بصح اذا شفتوا دارت لكم لي غرومو تقدروا ديروها بالبغا ميكسر، تخبطوها زوج ثلاث مرات بالبغا ميكسر تولي نورمال. دونك انا اليوم راح نحطها في طبسي باش تبرد لي رابيدمون. لا غاناش ما نديرهاش دوك باسكو مانيش حابتها تبرد لي وتعقد.
Donc Heilig. Donc là, je vais la filmer au contact. ونخليها تبرد بغرضها. ومن بعد نرجعها نكريم موسلين. قلت لكم نزيد لها ان مورسو تاع البور ونحركها بالباتور. دونك هنا جو في لا فيلي ما نخليش الريح يقيسها. نلصق لها مليح البابي في البابي اليمونتير ونخرج لها الهواء اللي كاين فيها. دونك فوالا هاي ليك ونخليها تبرد على غرضها. دوكا نجوز لاباط لاباط سابلي. نحط لكم لي زانغريديون بور لاباط سابلي. واش لازم لي 125 غرام تاع لا مارغارين، زوج مغارف سكر كلاص، مغرف كبير تاع الزيت، مغرف كبير تاع لا فاني، رشه ملح وحبه بيض. الفارينه باش نلموها. واش نسبق ندير؟ نحط المارغارين مع السكر كلاص، نخدمهم بسبعتي يا برك. نخدمهم هكا بومات. لا مارغارين تكون بحرارة المطبخ ما تكون غامولي. دوك نزيد الحبة بيض ونزيد لها دوكا رشة ديال الملح ومغرف كبير تاع الزيت ولا فاني ونشوفها بالفارينة. كيما لاباط سابلي تخدمو غير في سبعتين ما تعجنوش. دوك هادي رشة ديال الملح ومغرف ديال الزيت ولا فاني. نخدمهم تاني هادو ملح. كيما راكم تشوفوا نخدم غير بسبعتية هكا، يعني نخدم غير بهادو بطرف تاع سبعتية. دركا نبدا نشف فيها بالفارينة. هاد لاباط لازم تريح في الفريجيدار او موان 30 دقيقة ومن بعد نخدمها. ما لازمش تكون بزاف طريه وما لازمش تكون يابسه. لاباط باش تعرفوا بلي خلاص دات حقها تاع الفرينه تولي تديطاشا من اليد تاعكم اللي تكونوا تخدموا فيه من الريسيبيون. هنا خصها جوست ان بو ونحبس. ندير السابلاج نفيلميها بالبابيي اليمونتير ونحطها في الفريجيدار قلتلكم او موان 30 دقيقة. لاباط ديالي راهي واجدة فوالا. دوك كي نحطها في الفريجيدار راح تشد روحها ونجي نخدمها. بخي نولي ليكم من بعد. بعد ما خليتها ريحت لي في الفريجيدار 30 دقيقة خرجتها. نوري لكم لي مول اللي حنستعمل اليوم. هاوليك هما سي دي مول انديفيدوال
تلقاوهم يتباعوا. انا شريتهم من الحاميز، كاينين تانيت في الجرف، كاينين في جولي فيو. وشنو ما عندهمش هاد القطاعه، لقيتهم في الجرف وفي جولي فيو. يجوا هنا شويه اغونزي مقوسين لهنا، يتباعوا 65,000. مي بصح قلت لكم ما فيهمش هاد القطاعه، هادي باغ كونطخ فيها القطاعه. دوك تشوفوا كيش نخدمهم. فوالا كي تاسومبليوهم هكايا تقد تخرج لكم اون طارت. علاش اليوم قلت لكم راح ندير غاناش وشوكولا، ودرت لا كريم باتيسيير اللي نرجعها موسلين، وعندي تاني اون كريم او سيترون. دونك راح ندير ديفيرون غو ديفيرون ديكوراسيون. هاميك فوالا. دونك نكوبي لا بات تاعي ونبدا نخدم بها. نغطي هذه ونخدم بها من بعد. نرش شويه ديال الفارينة فوق هاد البابيي تاع سي اون فاي تاع سيليكون هذه، نطيب فيها ونخدم فيها لي بات صابلي ديالي. تقدروا ديروا بابيي كويسون، وتقدروا تاني تديروا ديروا فوق ساشي. انا درك راح ندير فوقها ان ساشي ونبدا نفتحها. نفتحها رقيقه ابوبخي واحد 5 مليمتر، ما لازمش تكون خشينه باش يخرجونا لي طارت شابين ويقرمشوا، ماشي خشينه. دونك نفتحها هايلي. نحي لاباط هذه الزايده. هنا رشيت شويه فرينه ونروح نحط لاباط في لامبورت بياس. هاد القطعه هذه تساعد خير من اللي تشرو لي مول وحدهم. دونك شوفوا نروح نحطها هكا هايليك. نرفدها درك. واش ندير؟ نسودي مليح من تحت، ندير لها هذيك لا فورم تاع المثلث، من بعد بالموس نروح نحي هذه الزايد. هاد الزايد اللي خرج لي واش ندير تاني؟ نبيكيها بالفرشيطه ولا بالكوردون. درك بالموس يكون قاطع، تروحوا تنحوا هاد الزياده. نبيكيهم، نكمل نخدم كامل لاباط. لو فور راني مسخناتو ديجا 10 دقائق من قبل، نديرو 180 درجة، نطيبهم كي يحمروا لي، نخرجهم نخليهم يبردوا لي، من بعد نروح نعمرهم بلا كريم. نولي لكم من بعد. هاملك هاملك. بعد ما خدمتهم كامل قعدت لي لاباط، دونك درت هادو مع انديفيديوال. دوك نروح نطيبهم. قلت لكم شعلتو ديجا الفوق راه سخون، راه 180 درجه، ونخليهم حتى يتحمروا لي. وهنايا نولي نخدم معكم هذيك لا كريم باتيسيير اللي راهي بردت، ندير لها نرجعها ان كريم موسلين، نحطها في لو بول تاع البيترا. ماشي راح نخدم بالباتور باغ كونطخ، نحطها ونخليها حتى تولي لي اون بيل كريم. كي تولي لي كريم نروح ندير لها واحد 25 غرام تاع الزبده. هاي ليك لا كريم باتيسيير بعد ما خدمتها افيتاس ماكسيمال واحد 3 مينوت. دوك نزيد لها لو بور مو، هاوليك الى غامولي، ونزيد تانيت نحركهم تانيت واحد 3 مينوت.
هاي لك لا كريم موسلين وجدت اون مانيفيك كريم موسلين شوفوها ما فيهاش لي غرومو خفيفه وتجي بزاف بنينه نستنى لي فون دو تارت تاعي يطيبوا باش نعمرهم نحطها الوغ هنا انا راح نسخن هذيك لا كريم ليكيد نغليها قلنا 100 غرام 100 ملليلتر تاع لا كريم فريش مع 100 غرام تاع شوكولا هنا قلت لكم نستعمل طومباسادور وقطعتها قطعوها صغير كيما هاك كي تغلى لي لا كريم فريش راح نفرخها عليها هاي ليك هنا لازم تغلى قلت لكم ونفرخها فوق الشيكولا نغطيها ما نحركهاش نغطيها ونولي ليها من بعد شوفوا الشوكولا كيفاش دب دوك نحركها مليح ولا غناش تاعي راهي واجده فوالا لي فون دو تارت راهم طابو خليتهم بردو شوفوا الحبه كيفاش خرجت مانيفيك شوفوا لي بور تاعهم ما طاحوش لي ديفيرونت كريم اي غاناش تانيت راهم واجدين لا غاناش خدمتها قدامكم لا كريم او سيترون كنت خدمتها ديجا دوك نعاود نحط لكم لو ليام لتحت لا كريم موسلين درتها قدامكم وهنا عندي كريم لو بور كاراميل سالي كاراميل بور سالي فوالا لو كاراميل بور سالي كنت خدمتو مي مازال ما حطيتش برك الوصفه مي حنحطها لكم عن قريب ان شاء الله تقدروا تستعملوه تاني في لي تارتلات وتقدروا اذا ما عندكمش اذا ما تعرفوش كيفاش تخدموه تقدروا ديروا نيسلي كاراميليزي مي راح نحط لكم لا ريسيت ديالها هنا عندي كلك فروي عندي دي فريز عندي دي سوريز و دو كيوي عندي هنا بنان مقطع رقيق عندي الجوز اي ديفيرون شوكولا دركا نبدا ندير نوري لكم كيفاش ندير تاع الشوكولا نحط شويه تاع البور سالي كراميل بور سالي فوالا ان تو بتي بو نحط عليه ثاني شويه تاع لي نوا بون تقدروا تروحوا حتى للطرف كم تقدروا تخلو هكا نحط شويه تاع الجوز هادو كاع سي فاكولتاتيف تقدروا تحطوا الجوز تقدروا ما تحطوش دوك نحط شويه ديال البنان قطعوه رقيق فوالو ومن بعد انا راح نعمرها بلا غاناش دوك هاد لا غاناش راكو تشوفوا فيها مازال ما شدتش روحها مليح مي اون فوا تبرد الفا سوفيجي تشد روحها هاي ليك بعد لا ديكوراسيون مي فو ريفياندرا نتوما واش تحبوا ديكوريو هنا نتوما والانسبيراسيون ديالكم تقدروا ديروا ان سول غو ديروهم باغ اكزومبل او فروي برك شوفوا هنا باغ اكزومبل نقدر نحط عليها حبه جوز هاي ليك ان طاغ ديجا راهي واجده نروح ندير تاع لي فروي انا ندير لا كريم موسلين نعمر لي فون دو تارت تاعي تقدروا تستعملوا لا بوش ادوي انا هنا راح ندير بالمغرفه وعلى دون سباتول انا راح نسقمها هنا
مايليك نمسحو كامل هذوك الجوانب باش تخرج لكم حبه شابه هايليك. دركا راح نديكوري بلي فروي باغ اكزومبل هنا نديرهم بلي سوريز راهم وقتهم دونك لي فروي ديرو واش حبيتو نزيد وحده شوفوا يخرجوا شابين يهبلوا اي لو غو اي زينهم فريمون يحمروا الوجه كما نقولوا شوفوا هاي اللي تقدروا ديروا ناباج من الفوق هاي الحبه الثانيه درك ندير لكم وحده au citron le lemon cœur comme côté tomate il suffit pour que tu amoureux tu peux dire la chantilly le four pour décoration ou la tu peux dire la meringue qui m'a très beau et là je vais les laisser à calion je vais décorer pour que le zeste de citron citron vert haïlik juste un caca باش تتسقبني بعد نرابي عليها لو زيس دو سيترون دونك فوالا نروح نكمل نديكوري الاخرين ونولي ليكم من بعد مي تارتلات وجدو جو سي خرجو بزاف شابين لو غو الى مانيفيك لا بات هادي هايله درت دونك فريز سيترون شوكولا غناش toujours citron mais le four j'ai décoré la crème mousseline aux fruits cerises kiwi chocolat hadouli hadouli amlik bon franchement Heidi ça a testé les filles et on compte comme à d'autres réalisations inchallah salam alaikum.